لا سناء ديارة ولا جاكو قدموا مردود طيب. هذا هدف إذن الإيراني مسعود، هدف ممتاز، ونشوفوا لاعبين على اللعب كارنافارو. نعم شوفوا كارنافارو سقط في الأرض، ونيكونام لاعب الإيراني هو اللي سجل الهدف، وكاد أن يسجل هدف آخر قبل اللقطة هذه. فريق أساسونا لعب مباراة طيبة جدا، خلق فرصين حال التسجيل. اليوم كماتشو لعب بمهاجمين بانديانى وعكس مباراة ضد البرسا، بانديانى ومسعود الإيراني. وبطبيعة الحال شاهدنا دفاع الريال، حتى دفاع الريال يعاني، لأنه أنا ننسى أن أساسونا ليس بالهجوم القوي، لكن خلق ثلاثة أو أربع فرص في الشوط الأول. نعم. ونشوفوا هنا لاعبين على اللاعب بونيا، اللاعب بلازيل يرفع الجهة اليسرى، ولاعبين كونام ولاعب آخر، وبطبيعة الحال كونام أفضل في الكرة الرأسية ويسجل الهدف. شوفوا في القائم الثاني، وضع الكرة في القائم الثاني. إذن جواد أجاد.